دي لاتحاد كرة القدم. زي ما قلت لحضراتكم موقفنا هنا في ملعب الأهلي اللي هو حاجة تخصني أنا موقف واضح جدا، هو احنا بنساند الجميع، بنساند الجميع، ولكن هو نفس الطريقة، هو نفس الأسلوب اللي بيحصل. بمعنى ايه؟ لأعضاء اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد، هو انا ينفع، وانا قلت الكلام ده قبل كده، انا ممكن بالمناسبة اعرف الحكم اللي هيحكم مباراة النادي الأهلي او اول مباراة هيلعبها النادي الأهلي في الدوري، او في الدوري هي اللي هي اللي اول مباراة قادمة، اعرف اسم الحكم وافضل ماسكه الاسبوع كله، افضل اقعد اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه. وقلت لحضراتكم ان احنا كل يوم، لدرجه ان انا طلبت الدكتور محمد العدل، يا دكتور محمد اعمل لنا برنامج للتحكيم كل يوم، نطلع نضغط على الحكام ونفضل نزعق للحكام زي ما بيحصل، ولكن يعني مش احنا اللي نعمل كده يا جماعه، لكن والله عندنا المقدره، عندنا المقدره ان احنا ندافع عن الحكم المصري اللي هو جهاد جريشه لما كان تم ايقافه من الاتحاد الافريقي، وعندنا في نفس الوقت المقدره ان احنا ننتقد اداء، خدوا بالكم، ننتقد اداء جهاد جريشه الحكم المصري الاول اللي حكم مباراه النادي الاهلي ضد نادي بيراميدز واساء للنادي الاهلي وكان سببا كبيرا في خساره النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي بالمناسبه. مصر هندافع عنه، ولكن دايما الكابتن جهاد جريشه غير موفق مع النادي الاهلي، دايما الاخطاء ضد الاحمر، على طول على طول بيعلم ضد الاحمر. هو ده كلام ما ينفعش، هنطلع ننتقد طريقه اداؤه جوه الملعب، لكن كشخص مع احترامي ليه راجل محترم وزي الفل، ما فيش مشكله، ما اقدرش اتكلم عنه نص كلمه، ماليش دعوه. هو ده لكن هندافع عنه كمصري؟ اه هندافع عنه كمصري، ولو حصل حاجة تانية للكابتن جهاد جريشة من الاتحاد الافريقي اول واحد هيطلع يدافع عنه انا، انا كملعب الاهلي يعني. هل في البعض بالمناسبة بيفتكر ان ظلمه للنادي الاهلي ده قوة من الكابتن جهاد، وده مش صح. كابتن محمد معروف راجل دكتور او في دكتور كلية تربية رياضية، السنة دي قعدت ابص بسرعة كده قبل ما اخش، حكم لنادي الزمالك نص ماتشات نادي الزمالك تقريبا، مش النص يعني عشان انا عارف بياخدوا الكلام ما اعرفش، هقول لكم كام واحد، شوفوا لي كام، انا ما لحقتش يعني لان انا قعدت اقرا بسرعة. هل ينفع ان انا اشكك في الكابتن محمد معروف؟ بالمناسبة هناك ركلة جزاء واضحة لنادي مصر المقصة، مش انا اللي بقول، الخبراء، وركلة جزاء لنادي الزمالك لم يتم احتسابها هنا ولم يتم احتسابها هنا. راجل متوتر جدا من اللي حصل خلال يومين اللي فاتوا منذ الاعلان عن اسمه، وضغط ضغط 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 غير طبيعي، راجل متوتر هنا وهنا بالمناسبه، هنا وهنا. لكن يا جماعه ما احنا ممكن نعمل كده هنا من خلال قناه النادي الاهلي، كل يوم كل يوم نعمل برنامج نتكلم على الحكم اللي هيحكم لنا المباراه القادمه، ونقعد بقى نجيب اخطائه ونقعد نجيب مش عارف ايه ونقعد نجيب ايه، بس مش احنا اللي بنعمل كده يا جماعه، ما اتعلمناش كده، انا اسف، ما اتعلمناش هذا الكلام، وعمرنا ما هنقول هذا الكلام، وعمرنا ما هنتعامل بهذا الكلام. ولكن زي ما قلت لكم مليون زي ما قلت لحضراتكم خلال الفتره اللي فاتت، هننتقد جهاد جريشه في ادائه امام النادي الاهلي عندما يظلم النادي الاهلي ويكون سببا رئيسيا في خساره النادي الاهلي، ولكن هنقف مع جهاد جريشه المصري عندما يتم ايقافه من الاتحاد الافريقي. انا عارف ان في ناس كتيره مش هتفهم الكلام ده، او مش كتيره، ناس معينه مش هتفهم الكلام اللي انا بقوله ده، ولكن هي دي السياسه بتاعتنا وهو ده الاسلوب بتاعنا وهنفضل ماشيين بيه، ما عندناش اي مشكله. خلينا بقى نعرف الحكم اللي جاي مين اللي هيحكم للاهلي اول مباراه في الدوري، ونقعد بقى ماسكينه اصل الحكم ده مش عارف ايه والحكم ده ايه والحكم ده ايه وحكم ليه حكم ايه. النهارده كابتن محمد معروف راجل نازل منتهى التوتر اللي في الدنيا عليه، الله يكون في عونه، الله يكون في عونه، يعني انذارات لكل الناس بداعي وبدون داعي، وتر المباراه، حاجات تستحق انذارات، ما طلعش فيها انذارات، الراجل متوتر
لكن احنا برضو عمرنا ما هنستعمل الاسلوب ده، عمرنا ما هنستعمل هذا الاسلوب. الاسلوب اللي احنا هنستعمله دايما اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي. وبالمناسبه مجلس اداره النادي الاهلي لما جه كانت حروب شديده جدا جدا جدا، لدرجه ان احنا في بعض الاوقات كنت بطالب اعضاء المجلس يا جماعه من فضلكم اطلعوا اتكلموا. اطلعوا، قال لك اصبر بس، كله هي دي السياسه اللي احنا ماشيين بيها طول عمرنا كنادي اهلي. وبالفعل هي السياسه دي ايه اللي حصل؟ لقينا ان الناس ابتدت تركز في اللي هي شغاله فيه من شهر واحد في الكوره مثلا. من شهر واحد اللي فات ابتدينا نجيب لعيبه وابتدينا نعمل كذا وكذا. الشهر اللي احنا فيه ده ابتدت الامور تبقى احسن شويه، الجهاز الفني طلب بعض اللاعبين في بعض المراكز، جبنا له احسن لعيبه في بعض المراكز وشكرا. خلاص تم تقييم مارتن لاسارتي وتوجيه الشكر ليه، شكرا مستر مارتن لاسارتي، يجي اللي بعده. فخلونا خلي الناس تختار القادم بشكل ما يبقاش فيه استعجال، ما يبقاش فيه تأني كبير، لا ولا استعجال ولا تأني كبير. لأن الفترة القادمة إن شاء الله إن شاء الله مع مجموعة اللاعبين اللي حضراتكم شفتوهم، مع مجموعة اللاعبين اللي جابهم النادي الأهلي، بداية دايما أنا بقول هذه الكلمة ضرورية جدا، بداية من شهر يناير لغاية دلوقتي صدقوني مفيش حد هيقف. اديكم شفتوا المستويات عاملة إزاي، اديكم شفتوا المستويات، شفتوا الفارق ما بين النادي الأهلي وما بين بقية الفرق. وفي الآخر دي حاجة بتاعت ربنا، الكل بيجتهد، الكل هيموت نفسه في تمرينه، في حياته داخليا وخارجيا، بعد كده الباقي بتاع ربنا، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. ف مش عايزين نستعجل، الامور ماشيه، ولا عايزين نتأنى قوي ولا عايزين نستعجل قوي. اول ما هيتم التعاقد رسميا مع المدير الفني خلال قناه النادي الاهلي ومن خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي هنطلع نقول لحضراتكم من هو اسم المدير الفني. لغايه لما يجي الوقت ده ما ينفعش نتكلم ونقول اي حاجه، ما ينفعش نقول اي حاجه تانية. يظل دائما جمهور النادي الاهلي واقف خلف فريق، خلف مجلس ادارته في كل اختياراته وفي كل قراراته، زي ما شفتوا حضراتكم بدايه من 30 نوفمبر 2017 لغايه دلوقتي. القرارات اللي بيتم اتخاذها جمهور بيقف، حتى لو هناك البعض بيختلف ولكن بيقف في خلف مجلس ادارته. نتمنى رب كل التوفيق للمجموعة أو للجنة المختصة التي تختار المدير الفني. إن شاء الله الفترة القادمة يبقى عندنا مدير فني يلبي كل طموحات جمهور النادي الأهلي، وفي نفس الوقت عندنا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين بتلبي طموحات كل الجمهور. يبقى كده كمجلس إدارة الحمد لله ربنا كرمنا بمجموعة لاعبين جيدين جدا، أفضل لاعبين موجودين في مصر. إن شاء الله يبقى هناك مدير فني هو الأفضل في مصر إن شاء الله. انا ما اعرفش، انا بس بقول ان شاء الله يبقى الافضل. فيبقى كده عملنا اللي علينا، الباقي بقى لعيبه تمرينها اجتهادها اصرارها، اسم النادي الاهلي قدامها وجمهور النادي الاهلي وراها، هو ده اللي يكسب النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه بطولات. طيب حسين الشحات، حسين الشحات خلال الفتره اللي فاتت